يمكن تقريبا بطولة كل الألعاب بتبقى بطولات المنتخبات يعني بتبقى في نهاية الموسم، باستثناء اليد دايما بتبقى في يناير في نص الموسم، سواء بطولة أفريقيا باستثناء اللي فاتت يعني عشان اتأجلت، أو كاس بطولة عالم العالم، أو حتى اليورو بره. شايف إن في اليد كده أفضل إن هي تبقى في نص الموسم واللعيبة تقريبا خلاص ابتدت تعلى بمستواها، ولا في آخر الموسم بقى بعد ما يكون الموسم خلص؟ بص، هي مش فارقة طالما انت عامل حساب انت هتلعبها امتى، فانت بتوزع الحمل التدريب بتاعك على الاساس ده. يعني احنا بطولة افريقيا دي المفروض نلعبها في شهر واحد، فجأة بقت في 7، واحنا اصلا ما كناش عاملين حسابنا نخش البحر المتوسط، عشان البطولة في 7 فقبل البحر المتوسط بشهر قالوا لنا انت هتخش البحر المتوسط، عشان كل الفرق في العالم مريحة، مفيش ماتشات تحضيرية خالص غير دورة العاب البحر المتوسط. فاحنا اصلا انا كلاعب ما كنتش مجهز نفسي نلعبها، وكل الفرقة كده، فاحنا خدناها زي بطولة تحضيرية لأفريقيا. فمفيش أي مشكلة إن يعني في أول أو في الآخر، طالما أنت عارف والمدرب عارف وكل الناس عارفة إن هتلعب بعد سنتين مثلا شهر واحد، بعد سنتين شهر 6، فمفيش فرق، بس المهم تبقى عارف. تفوق منتخب مصر الفترة الأخيرة، منتخب منافس زي تونس الكيرف ابتدى ينزل، وكديربي لقينا إن الماتش لا ده كان موجود. قبلها بسنتين كنا في تونس النهائي، المنتخب كان متفوق جدا. احنا كده بنحقق أفضلية نفسية حتى زي ما بيتقال في المواجهات اللي جاية، خصوصا في مواجهة محتملة كمان هتبقى في كاس بطولة العالم، ولا ده برضو ملوش حسابات خالص؟ بص، اكيد طبعا يعني لو لعيب وانا بخسر على طول اكيد هتاثر. اكيد منتخب تونس تقريبا اخر مره كسبونا فيها 2018 فاينل الجابون، كسبناهم في كاس العالم 2019 برضو، مظبوط. كسبناهم في تونس، كان عليهم ضغط كبير جدا الله يكون في عونهم من الارض والجماهير، وبطوله مؤهله الاولمبياد قدرنا نكسبهم والفريق كان مريح طول الماتش. بعدين كسبناهم برضو في البحر المتوسط وكسبناهم في افريقيا. بس اعتقد برضو يعني انت بتنزل ماتش، اوكي انت شايف المنتخب مصر اعلى منك، بس انا كلاعب لو مشيت معايا انا خلاص هنسى كل ده. انا كجون لو مشيت معايا مش هفكر اصلا في نفسيا، مش نفسيا لا هلعب، فهي تبقى ظروف ماتش يعني. اوكي بدايه الماتش اكيد هم بيبقى عندهم تخوف لان هم شايفين منتخب مصر، منتخب دلوقتي منتخب عالمي، بس اول ما الماتش يبدا اكيد اعتقد يعني الحاجات دي بتتلاشى وكله بيتساوى يعني. في بطولة أفريقيا الأخيرة طبعا هو معروف أقوى منتخبين مصر وتونس، فتقابلوا في نص النهائي، فالنهائي بقى مصر وكاب فيردي. يمكن منتخب مش معروف للجماهير قوي، ممكن يكون معروف ليكوا كلاعيبة، رغم كده لقينا الاستاد ما فيهوش مكان، الجماهير على الآخر. بالنسبة لك دي كانت رسالة إيه؟ يعني شفت الرسالة دي إزاي من الجمهور؟ بص، انا بحب جدا العب في مصر، فعلا جمهور هاندبول جمهور مختلف يعني، جمهور عائلات في شباب صغيره كتير، فانا بحب العب في مصر. انا لعبت كذا بطوله في مصر، لعبت كاس عالم جيلي 2009 في مصر، ولعبت كاس افريقيا 2010، لعبت 2016، كان نفسي يعني العب 2021 كاس عالم للكبار في مصر، بس لولا الكورونا كان يعني انا اعتقد كنا هنروح في حته تانية لو الجمهور كان موجود في الاستاد، خصوصا استاد القاهره. يمكن ده كان سؤالي التاني بقى، الجمهور ده كان فعلا يوصل المنتخب لمربع ذهبي او طبعا طبعا نهائي، الجمهور ولا كان بيأثر، ممكن يأثر على الفريق بما ان فيه عناصر شابة كتير؟ لا 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 اعتقد الجمهور كان هيأثر بالايجاب، لان الجمهور يعني مما لا شك فيه يعني بيأثر على الحكام، بيأثر على قرارات الفرق اللي قدامنا، فلا انا شايف ان كان هيفرق معانا جدا في كاس العالم. فحتى احنا كل الرسالات اللي احنا عملناها قبل بطوله افريقيا ان احنا بندعو الجمهور ان هو يجي ويعوضنا الغياب اللي حصل في كاس العالم. وزي ما انت قلت ماتش كاف فيردي، طبعا ماتش مش قوي يعني، او يعني انا شخصيا نازل عارف ان انا هكسب، بس برضو الجمهور بيفرق زي ما قلت لك يعني. الشوط الاولاني خلصان فريق 12، الماتش خلص، ممكن لو ما فيش جمهور كان ممكن الشوط الاولاني يخلص فريق 5 6 مثلا، لكن الجمهور لما بتجيب جون التاني التالت مع تشجيع الفريق اللي قدامك بتقول خلاص ما انا عنديش امل في اي حاجه. الحكام برضو بتبقى يعني بتحاول تبقى في صفك دايما.